يا جماعة، أنا اسمي أحمد النادي، وزي ما أنت شفت في الفيلم ده أنا مش فاكر أصلاً هتكلم عن إيه، ودي قصة حقيقية فعلاً. طبعاً رودينا هنا crossing fingers إني أفتكر، بس للأسف أنا مش فاكر، فأنا آسف. أنا هحكي لكم القصة بتاعتي من زمان. حد فيكم يعرف كرة السرعة؟ واو، ده أنا مستغرب، يعني الحاجة كويسة. أنا بلعب كرة السرعة وأنا عندي 6 سنين، من سنة 98، باخد فيها بطولة الجمهورية. وأنا عندي 16 سنة، خدت أول بطولة عالم ليا، كنت أصغر واحد في المنتخب تقريباً. دخلت الجامعة الأمريكية بفضل منحة رياضية الحمد لله، وأنا عندي 16 سنة برضو. كنت متميز من وأنا صغير، فكل حاجة بعملها يعني. سوشيالي أكتف جدا، أنا لحد دلوقتي لسه بنسى بالمناسبة، فاستحملوني شوية. هو أنا قلت إيه طيب؟ حد يفكرنا يا جماعة، بكلم بجد والله. شكرا. تلاقيش رضاين، تلاقيش. سنة 2009، فبراير 2009، نزلت من جامعة اسمها علشان كبلدي، منطقة اسمها عين الصيرة، وهناك تعرضت لواقع حياة مختلف تماما. يعني الناس هناك يعني عايشة وسط مدابغ الجلود، وأنا عايش في بيتي معزز مكرم، عندي أوضة، تكييف، ثلاجة، الحاجات اللي احنا كلنا بنعتبرها حاجات عادية، بس هي كانت يعني مش موجودة أصلا عندهم، يعني ولا أي حاجة. هم كانوا 6 أو 7 أفراد أسرة واحدة، بيناموا في أوضة متر في مترين، وعايشين جنب دبغ الجلود، الهواء اللي بياخدوه أصلا كان مميت لأي حد يعني. فمن وقتها وأنا بحاول إني أساعد الناس ديت، وعملت فيها فيجيلانتي بقى، قلت لا أنا جامد جدا، وشوية ريسيرش على الإنترنت، وصلت إن سبورتس ماركتينج هو أكتر حاجة في العالم بيجيب فلوس بعد تجارة المخدرات وتزوير العملة، فقلت خلينا في الحلال، مش لازم نعمل مالها تصوير رياضي جميل جدا يعني. من 2009 بقى، وطبعا ماما الجميله متضايقه جدا مني، لان بدات اني اخطط الشركه بتاعتي. من 2009 الجي بي بتاعي كان 3.8 من 4، كنت من اوائل الدفعه في هندسه. من ساعه ما بدات اني اخطط الشركه بتاعتي في 2009 الجي بي عادي يقل. بس في الناحيه الثانيه كنت مختلف عن كل الناس، كنت I was very socially active، كنت اعرف ناس كتير جدا 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 جدا، كنت بساعد ناس كتير في حل حاجات بيرسونال، حاجات بزنس، خلافات بقى، حد مش عارف يعمل فايل، حد محتاج يوصل لسينيور، حد في مانجمنت شركه مثلا، كنت انا الجو تو بيرسون. وأنا بتكلم عن نفسي بطريقة كده وهتفهموا دلوقتي ليه. هو الموضوع مضحك جدا، و I hope إنكم تضحكوا يعني. المهم قعدت خططت للشركة ديت وأسستها فعلا في ديسمبر 2012. و 2013 انشغلت شوية مع الجامعة ومع حاجات تانية، ولحد اخر 2013، والمفروض اني كنت هعمل اول بطوله. هي الفكره بتاعت الشركه اني كنت انظم سبورتس ايفنتس واجيب لهم سبونسرز، ومن البروفيت مارجن اعمل سستينبل ديفلوبمنت، كونسبت بسيط جدا جدا. بس ف 27 ديسمبر 2013، حد هنا عيد ميلاد 27 ديسمبر يا جماعه؟ 27 ديسمبر هنا؟ اوكي، انا وانتي بس فريندز دلوقتي، وهقول لك ليه. 27 ديسمبر 2013، اليوم ده اتاخرت على اول ماتش في التصفيات، ودي كانت مأساة بالنسبه لي يعني. اتاخرت عشان كنت في الجامعه بسلم فاينلز، فاينل بروجكتس يعني. واللي حصل وقتها اني اتأخرت، فما خدتش بوينت بتاعت اني احضر. لو كنت حضرت الماتش وخسرت كنت هاخد بوينت واحده، وكنت هتأهل وقتها واسافر الكويت في 2014. ودي كانت تاني سنه ليا من 2008 بره المنتخب، دي كانت خطه جديده ليا يعني، لان الرياضه كانت
جزء أساسي من حياتي. بس خلصت التصوير بتاعتي، رجعت البيت مضايق جدا طبعا، ودخلت استحميت. ويوميها بقى شرفت على أبواب إسمس أو البرزخ. البرزخ في اللغة معناها الفاصل بين الحاجتين، مثلا البحر الملح والعذب في بينهم برزخ. حد فاهم كم بيقولوا؟ كويس. فالبرزخ هو في الافتر لايف بقى، في بعد الموت كل الناس بتروح مكان اسمه البرزخ. ده انا كنت شفت كان بعيد. قلت له ازيك حبيبي عامل ايه؟ مش مستعد دلوقتي الصراحه. السخان في الحمام سرب اول اكسيد الكربون، وده غاز مميت لان ملوش ولا لون ولا طعم ولا ريحه. وانا حاسس ان بتاعتي بتقع مني، بس اهو ما كنتش بتقع يعني. قعدت في الحمام حوالي ساعة. وهنا كانت المشكلة، لأن أول أكسيد الكربون أي حد بيتعرض له مفروض على طول يتعرض لفريش اير. لو حد قعد up to 20 minutes 25 minutes تبقى حاجة صعبة جدا. أكتر من كده يعني يقعد نص ساعة عادة بيكون موت تقريبا. فأنا قعدت قد إيه؟ حد عايز يخمن؟ ساعة؟ لا، أربع ساعات إيه عاملة؟ أنا أعلم كيف كتير. ساعة، قعدت ساعة فعلا. percentage of poisoning، نسبة تسمم لأول أكسيد الكربون في الدم، لو وصلت 30% دي كده خطر جدا. وهنا الـ 1% بيفرق يعني. 35% medically يعني موت. خلاص. فأنا كنت كام بقى؟ 40. 40%. وقتها أنا فعلا كنت ميت، ما كانش فيه يعني، كسروا عليا الباب لما طولت، لقوني على ظهري في البانيو مش بتنفس وما فيش نبض. طبعا ماما الجميلة الحمد لله إنها طبيبة، عملت لي تنفس صناعي CPR. يعني من غيرك ما كنتش موجود أصلا يا ماما. أيام حلوة والله، حلوة جدا. ده اللي جاي أحلى بقى. استنوا بس، النبض رجع الحمد لله، جري بيه على المستشفى. مستشفيات مصر يعني بحبها قوي قوي. في مستشفى أصلا ما رضيتش تدخلني، قالت لي لا ده نايم مش عارف. قالوا لأهلي ما عادي، إيه غيبوبة إيه، لا ده كويس هو، خبطوا عليها يصحى. ما تفهموش ال قعدت بعدها رحت يعني مستشفى دمرداش في العباسية، قعدت في غيبوبة 3 أيام. أول يوم الموضوع كان question mark شوية، كانش واضح. آخر اليوم الثاني بدأت إني أتنفس لوحدي، شالوا مني الفنتليترز. أنا طبعاً كنت في غيبوبة، كنت على فنتليترز اللي هي الجهاز التنفس الصناعي. فالموضوع بقى هوفل شوية يعني. آخر ثالث يوم صحيت، بس هنا كانت المفاجأة. كل حاجة تعلمتها في حياتي، كل حاجة عملتها في حياتي، كل حاجة اتمسحت، deleted، مش موجودة أصلا. بس دي ما كانتش المشكلة. المشكلة كانت إيه بقى؟ السين اللي احنا شفناه في الأول. بصوا نعود، أنتوا نسيتوا يا جماعة ولا إيه؟ كان عندي شويه ميموري لوس، كنت بنسى كل ثانيه واحده. الحاجه الوحيده اللي كنت فاكرها في حياتي كانوا اهلي، بابايا ومامتي واخواتي بس. كل يعني في 2013 في حاجه انا ما قلتهالكوش، وهي ان انا كنت علمت نفسي حاجات كتير جدا. انا عندي على اللابتوب لحد دلوقتي انسايكلوبيديا ديتنج ل 2009. الاربع سنين من 2009 لحد 2012 انا كنت كونت علم يعني. انا اصلا شخص مغرور جدا. ولما ببص على حاجه امبرسيف لا يعني بديها حقها. فانا كنت ووكينج انسايكلوبيديا، ما كانش في اي مشكله ما كنتش بعرف حلها، ما كانش في اي حاجه ما كنتش بقدر اني اكون بارت منها. فكل ده اتمسح، وكان عندي ميموري سبان اوف 1 سكند، ثانيه واحده بس. كنت ابص ايه ده بابا، بقيت ما شفتكش، ايه ده ماما، يا وحشتيني، ايه ده
مرام ابو بكر اهو اخواتي الجمال قاعدين هناك. ايه ده انتوا فين؟ بأكل أو مش تكوش؟ إيه ده؟ بابا حبيبي. نفس اللفة كده. كنت أوحش شوية من فيلم فصون عودي يعني. مراحل. في فيلم اسمه مانتو. حد عارف فيلم ده؟ ميمانتو. الناس كتير شوية ممكن عارفه. مش أظنكم كبار يعني عشان ده فيلم أكيد أنت فاهمين إيش. فده كان أنا في I think 31/12/2013. عدت عليا بقى مراحل طويلة جدا 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 من العلاج ومن التعب والمعاناة وناس كتير بقى بيستهبلوا. أحمد ازيك يا حبيبي؟ فاكر 50 جنيه اللي كنت طب ما تجيبها ماشي حبيبي حاضر اتفضل بس كده عينيا الاتنين. أنا وقتها كنت طيب جدا يعني ما كانش فيه أصلا في بالي ممكن حد يقول لي يعني حاجة ويكون بيكذب عليا يعني هتكذب عليا ليه يعني. أنا بقى هسكيب من 2014 لحد اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول كده عشان الوقت مش هيسمح خالص. يعني السنين اللي فاتوا دول يعني انا بصراحه كنت حاسس ان انا يعني بتعذب على حاجات غلط انا ما عملتهاش. لكن الحاجه اللي قدرت اني اوصل لها هي ان ده عادي ممكن ربنا يكون بيعديني لان الفتره اللي جايه من حياتي هتكون صعبه وهتكون شديده. وتعلمت ان كل ما تقع وقعه أصعب وتاخد خط أقوى وتقدر إنك تقوم وتكمل هتبقى أقوى من أي حاجة أنت كان ممكن تكون وصلت لها في حياتك. لأن the stronger the hit the more satisfied and fulfilled you'll feel after recovery. والحمد لله أنا أقدر إني أقول من حوالي هو I think كان 17 نوفمبر 2019 اللي فات ده على طول أنا شفيت من مرض كان محتوم إني أعيش به مدى حياتي الحمد لله. شكرا. بس هو كان في أي كونكلوجن تاني عشان أنا مش فاكر صراحة. كويس. في بقى بيركس جميلة جدا للموضوع دوت يعني في حاجات انا الوحيد اللي في العالم اللي ممكن يكون متحكم فيها. مثلا احمد انت ما جيتش ليه امبارح الميتنج اللي كان عندنا؟ ميتنج ايه؟ انت مين اصلا تتكلمني كده ليه؟ و يعني بس دي بقى بستخدمها صراحه يعني لما اكون محتاج ان استخدمها يعني. كنت بستخدمها في الاول في كل حاجه و اضحكوا يا جماعة والله يعني الموضوع حلو يعني. من الحاجات الصعبة اللي في الموضوع هي مش صعبة هي بالنسبة لي مش فارق معايا قوي وهقول لكم ليه دلوقتي وهي الايموشنال اندفرنس في البرين. الايموشنز حد يا جماعة هنا بيحس بالايموشنز المشاعر؟ واكيد كلنا يعني عايز اشوف حد ارفعوا ايدكم يا جماعة لو بتحسوا. ما هو انت اول واحدة معلش يعني. ماشي انا مش بحس بيها الحمد لله. ليه؟ لان المشاعر ديت مش حاجه مصدرها القلب هي مصدرها المخ بتاع الانسان هي في الهيبوكامبس الحته الصغيره ديت ودي مسؤوله مينلي عن حاجتين الشورت تيرم ميموري والايموشنال رياكتيفيتي. فانا عادي يعني انا مش I don't experience emotions مش بحس ان انا حزين او سعيد بس بغضب وبتحمس. وعلى قد الموضوع ممكن يكون يضايق بس انا اصلا مش بتضايق فهتضايق ليه من حاجه ممكن تضايق يعني الموضوع عادي جدا بالنسبه لي. و يعني والله انا نفسي اقعد معاكم كتير واحكي لكم حاجات كتير جدا حصلت معايا بس للاسف الوقت ضيق. ف يعني بس لو هقول لكم على اخر حاجه هي ان the stronger the hit
the better the reward. اصبروا يا جماعة على أي حاجة تحصل لكم، أي حاجة أيا كانت هي إيه. يعني أنا في ناس، أنا بالنسبة لي يعني لما أجي أبص للامتحانات الناس التانية، المشاكل الصعوبات اللي هم عدوا فيها، أنا متدلع. يعني أنا حد دلوقتي عندي شورت مامي لاص على فكرة، وأنا أصلا تعبت جدا عشان أقدر أصلا أرتب الكلمتين دول وأقولهم، يعني أقولهم كده بطريقة سمودة، مع إني لخبطت أوريدي أصلا في النص الحاجات اللي كنت مجهزة، بس خلاص عادي يعني امبروفايز، حط نفسك اون ذا سبوت كده واطلع واتكلم. الحمد لله اي هوب ان انا اكون يعني وصلت اللي كنت عايز اوصله بطريقه ريليتبل يعني. شكرا، اشكركم.